اللي قدام حضراتكم دي هي ميرنا البحيري، مسؤولة الاستقبال في الفرع الجديد، وهي اتخرجت في تجارة انجليزي دفعة 2019 وكانت الأولى على دفعتها، ما شاء الله عليها. ركزوا معها. حضرتك مسؤولة الاستقبال، يعني ايه؟ وضح لنا دورنا ايه تحديدا. هو انا الواجهة بالنسبة للبنك او للفرع بالاخص، مسؤوليتي ان انا اوجه العميل لو في حاجة مثلا هو مش عارف بتتعمل فين او ايه القسم المختص، اوجه العميل لده، بخلق احتياج للعميل متاح له ان هو يقدم الخدمة او يعمل الخدمة بنفسه ببدائل رقمية، منتجات رقمية زي الاهلي نت، الفون كاش. دلوقتي عميل ممكن يبقى داخل عندي يستلم مثلا ديبت كارد، عايز يعمل شهادة، محتاج ان انا ادخله خدمة عملاء، فلا انا بشوف لو عنده بديل زي الاهلي نت، لا انا ممكن اساعد حضرتك باستخدام اليوزر والباسورد اللي هو بيكون عارفه، ان انا اوجهه ازاي يستخدم الموبايل في ان هو يعمل شهادة او يسترد شهادة. ممتاز. فده بيساعد معاه ان هو بعد كده بيعمل كل الخدمات بتاعته وهو قاعد في البيت.